بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحلقة 20 من دراسات الجدوى الاقتصادية مستوى السادس. في الحلقة السابقة تطرقنا إلى مؤشر في إنتاجية العمل، وهو معيار رأس العمل أو رأس المال العمل، مقارنة رأس المال بالعمل. طبعا قلنا كل ما زاد رأس المال المتوفر للعامل كل ما كان إنتاجيته إمكانية ارتفاعها، فوجود آلة لخمس عمال لا تقارن بآلتين لنفس العمال لأن تجب الزود. وتكلمنا عن تكلفة الأصول الثابتة على عدد العمال أو قيمة المكان والآلات على عدد العمال. وقلت نتطرق أيضا إلى مؤشر مستوى المهارة، ما دام أن فيه إنتاجية العمل، ما دام أن فيه إنتاجية أو في تقييم كفاءة عنصر من عناصر الإنتاج هو العامل. مؤشر مستوى المهارة يقيس أو ينعكس من خلال مستوى الأجور، حيث يتبين وجود علاقة طردية بين مستوى المهارة وتحسن الإنتاجية. بناء على إيش؟ بناء على العلاقة الطردية بين مستوى المهارة ومستوى الأجور. صحيح كل ما كان العامل ماهر كل ما كان إمكانية أجره مرتفع، وكل ما كان ماهر كل ما كانت إمكانية إنتاجيته مرتفعة، وبالتالي هذه العلاقات اللي تكلمت عنها، فالمهارة والأجور والإنتاجية بينهم ارتباط. فالمهارة بتأثر على الإنتاجية، والمهارة مرتبطة مع الأجر. وكما قد يقودنا يعني إلى معيار كفاءة الإدارة من خلال الربح المتحقق مع رأس المال المستثمر. ممكن أيضا نقيس الإدارة ونقيس كفاءتها من خلال الربح المتحقق مع رأس المال المستثمر. أيضا عندك معيار ممكن بأي شكل تشوف، ترى تشوف الربح المستثمر والربح المتحقق مع رأس المال المستثمر وتقارنه من خلال تقيم كفاءة الإدارة. إذا كان هناك والله تقارب ممكن تحكم على الإدارة. إذا تطرقنا إلى معيار الطاقة الإنتاجية، وتطرقنا إلى معيار إنتاجية العمل، المعيار الثالث من معايير قياس كفاءة أو تقييم كفاءة الأداء للمشروع مثلا يسمونه معيار القيمة المضافة، الأدد فاليو يعني كريتيريوم. فمعيار القيمة المضافة هو عبارة عن قيمة الإنتاج التي تنتجه المنشأة أو المشروع خلال فترة زمنية معينة. القيمة المضافة هي قيمة الإنتاج، قيمة معيار القيمة المضافة هي قيمة، هو عبارة عن قيمة الإنتاج التي تنتجها المنشأة من خلال فترة زمنية أو خلال فترة زمنية معينة. ومن خلال هذه القيمة المضافة نستطيع أن نحدد مدى مساهمة المشروع في تكوين الدخل القومي، لأن قيمة هي قيمة الإنتاج. ويمكن احتساب القيمة المضافة التي تنتجها المنشأة أو المشروع من خلال مثلا القيمة المضافة من خلال قيمة الإنتاج وقيمة مستلزمات الإنتاج. فهناك مثلا قيمة الإنتاج الإجمالية والقيمة المضافة الإجمالية. أنت بتشوف قيمة الإنتاج اللي حصلته وقيمة ناقصة منها أو مستبعدة منها قيمة مستلزمات الإنتاج. فالقيمة المضافة الإجمالية هي عبارة عن قيم الإنتاج مخصوم منها قيمة تكاليف أو مستلزمات. نتكلم عن مستلزمات معناها عناصر الإنتاج أو تكاليف الإنتاج. لكن صافي القيمة المضافة، إذا ما دام في الصافي تكلمت معاكم في البدايات، ما دام في صافي إذا في لابد يكون عن قيمة الإنتاج مطروح منه أشياء اللي هو الاندثار أو الاستثمارات. فصافي القيمة المضافة عبارة عن قيمة الإنتاج مطروحة منه قيمة مستلزمات الإنتاج وقيمة الاندثار، حصة الاندثار أو الاستهلاك. إذا هذا يعطيك الصافي لما تحسب منه قيمة الاندثار. فعندك القيمة المضافة كمعيار. معيار القيمة المضافة من المعايير المهمة في قياس كفاءة أداء
كفاءة الأداء وفي قياس إنتاجية العمل. فهل نستخدم القيمة المضافة وبالأسعار الثابتة بدلا من قيمة الإنتاج فقط؟ تستخدم القيمة المضافة بالأسعار الثابتة، قيمة الإنتاج بالأسعار الثابتة بدلا من قيمة الإنتاج فقط. فإذا لما تحسب إنتاجية العمل بتشوف القيمة المضافة على كمية العمل المبذول. إذا إنتاجية العمل هي القيمة المضافة على كمية العمل المبذول. النتيجة هنا توضح مدى مساهمة المشروع أو مساهمة عنصر العمل في خلق تلك القيمة المضافة. ومن خلال القيمة المضافة نستطيع أن نحدد مدى مساهمة أو مدى تحسن المشروع من سنة لأخرى حسب مدى تحقيقه لقيم مضافة أعلى. فالقيمة المضافة أيضا تعطيك فرصة أنك تحدد كيفية تحسن المشروع من فترة إلى أخرى. القيمة المضافة لما إذا بتحسبها، طبعا مو صافي القيمة المضافة أو القيمة المضافة الصافية، لا، القيمة المضافة يمكن تحديدها من خلال صيغة معينة اللي هي عبارة عن القيمة المضافة تعادلها في الجزء الأيسر أو في الميزان اللي هي الأجور المدفوعة، الفوائد، الأرباح اللي تدفع، والإيجارات. هذه كلها تكاليف. إذن هذه القيمة المضافة اللي تحصل عليها هي مقارنتها تشوف الأجور المدفوعة والفوائد المدفوعة والأرباح، التوزيع الأرباح، واللي يسمونها الإيجارات. أو فهذه العناصر، الجزء الأيسر اللي هي الفوائد والأجور والأرباح، هي تلعب دور في الدخل القومي، ترى ليست سلبية، هي عليك أنت كتكاليف لكنها جزء من الدخل القومي. الأجور والمرتبات وين تروح مثلا؟ زيادتها تعني زيادة التوظيف. إذا كانت الأجور مرتفعة هناك فرصة للتوظيف أيضا والدخل للمواطن كمثال مثلا، فيتصب في صالح الدخل القومي، وبالتالي زيادة في القوة الشرائية. إذا كل ما زادت الدخول أو الأجور المدفوعة زادت القوة الشرائية، ومن ثم زيادة الرفاهية، إذا لها تأثيرها الإيجابي. مثلا من أجزاء القيمة المضافة، والقيمة المضافة هي عبارة عن أجور، مثلا الفائض الاجتماعي، مثلا الضرائب لها تأثير على الفائض الاجتماعي وعلى التأثير الاجتماعي. فتذهب وين؟ هذه الضرائب والفوائد هي فائض اجتماعي للمجتمع، الحكومة. الضرائب تدفع للحكومة، الحكومة هي الخزانة، قسم الخزانة العامة اللي يتحكم في عرض النقود والسياسات النقدية للبلد، قادر على دفع الدين وشراء مستلزمات البلد والإنفاق الحكومي. الأرباح تذهب للمساهمين أيضا، الفوائد تذهب مثلا المؤسسات المالية. فكلها لها تأثير على الاستهلاك، وبالتالي تأثيرها على الدخل القومي وتأثيرها على، إذا القيمة المضافة معيار تستطيع تقيم فيه كفاءة الأداء. وقلنا القيمة المضافة عبارة عن الأجور المدفوعة زائد الفوائد زائد الأرباح وزائد الإيجارات. تطرقنا الآن للمعيار الثالث من معايير قياس إنتاجية العمل. المعيار الرابع اللي هو معيار مثلا يسمونه معدل العائد على رأس المال أو على الاستثمار. إذا معدل العائد على رأس المال المستثمر أو على الاستثمار أيضا من هذا المعيار من المعايير المهمة في تقييم كفاءة الأداء للمشروعات. ويعبر عن هذا المعيار أو المعيار هذا يعبر أو يعطيك فكرة عن مقدار الربحية، والتي تعتبر هدف أساسي للمعايير للمشاريع الخاصة، كما أنه أيضا يعبر عن الأداء الاستثماري. معدل العائد على رأس المال تشوف كم حققت مع رأس مالك. أنا دفعت 100 ريال وحققت 100 ريال، إذا أنا متساوي، أو إذا حققت 200 وأنا دافع 100 مقارنة
قد تعطيك فكرة عن مقدار الربحية. فصيغة معدل العائد على الاستثمار هو عبارة عن الربح والعائد السنوي على رأس المال المستثمر في 100. أنت بتقارن الربح أو العائد السنوي مقسوما على، إذا هذا العائد أو الربح السنوي مقسوما على رأس المال المستثمر ده نضربه في 100 مؤشر. إذا أنت ربحك 200 على 100 رأس المال المستثمر، إذا 2 فنسبة ما يعني 100%. فمثلا لو قلنا مشروع صناعي مثلا يحقق عائد سنوي 10,000 ريال ورأس المال المستثمر فيه خلنا نعطيك مثلا 200,000 ريال، إذا عائد سنوي 10,000 ريال ورأس المال المستثمر 200,000 ريال، فنسبة العائد من خلال المعيار إلى رأس المستثمر مال المال المستثمر هي 10,000 مقسومة على 200,000 في 100 مع الاختصارات تصبح كم؟ بتصير كم؟ واحد على 20، لأنك بتصير 10,000 4 أصفار مع 200,000 4 أصفار، باقي 1/20%، يعني بتضربها بتصير 100. 1/20 ضرب 100 بتصير 100/20 تصير 5%. فكلما كانت النتيجة أكبر كلما كان دليل على تحسن كفاءة الأداء، لأن العائد السنوي ألف مقارنة ب 200,000 رأس المال المستثمر تحتاج يعني نسبة العائد رأس المال 5%، 5% لأنه 10,000 من 200. فهذا المعيار كما أشرنا في بداية شرح هذا المعيار اللي هو معيار معدل، فهو يعبر عن مقدار الربحية. ولذلك فتحسين الربحية يتحقق من خلال، يعني أنت لما تحاول تطور في الربحية أو تحسنها، هناك بعض الدراسات تقول أن هناك طريقتين أو أسلوبين: انخفاض التكاليف وزيادة الطاقة الاستغلالية وزيادة الطاقة الانتاجية، زي ما تكلمنا في الطاقة الانتاجية المعيار. انخفاض التكاليف طبعا يؤدي لزيادة الربحية لأن تصير الإيرادات أكثر من التكاليف، واستغلال أو زيادة الطاقة استغلال الأمثل للطاقة الانتاجية ومضاعفة تسمونها سرعة دوران رأس المال المستثمر. لكن المشكلة في هذا المعيار هو كيفية التعبير عن الأصول التي يتضمنها رأس المال المستثمر. فالبعض الأصول اللي بحطها في رأس المال المستثمر، هل آخذ الأصول الثابتة عشان أقارنها مع العائد؟ هل آخذ الأصول المتغيرة؟ فهناك جانب يعني منطقي يشمل أن الأصول تشمل الثابتة والمتغيرة، وهو يعني الأغلب اللي يؤخذ ويرجح فيه. إذن هذه بعض المعايير التي تطرقنا إليها لكي نقوم بعملية تقييم كفاءة الأداء لمشروع قائم، يمكن كيفية تحديد الأهداف المخططة والأهداف الفعلية، ما خطط مع الفعلي، وتقارن مثل هالمعايير زي ما قلنا معايير الطاقة الإنتاجية ومجموعة من أنواع الطاقة الإنتاجية، كيفية هل فعلا حققت مقارنة الإنتاج الفعلي مع الطاقة التصميمية أو الطاقة الفعلية والطاقة النظرية والطاقة المخططة. ثم تطرقنا إلى عملية إنتاجية العمل سواء إنتاجية كلية أو إنتاجية جزئية، وقارناها مع عنصر إنتاج معين إنتاجية العمل مهارة الأداء. ثم تكلمنا على معيار اللي يسمونه القيمة المضافة، حسبناها من خلال القيمة المضافة للإنتاج مع قيمة العمل وكمية العمل المبذول حتى يكون هناك عوامل. وقيمة مضافة قلنا عبارة عن مجموعة
من العوامل اللي هي الأجور، الرواتب مثلا المدفوعة، والفوائد والأرباح، كلها تصب في مصلحة يعني الناتج الوطني أو الدخل الوطني القومي. وبعدين معدل العائد على رأس المال، نسبة معدل العائد أيضا معيار ممكن تقيسه من خلال مقارناته، لكن عملية كيفية هل تأخذ الأصول الثابتة أو أصول متغيرة عندك. تكلمنا فيما مضى عن معايير لقياس الربحية الخاصة والربحية العامة، وأيضا لقياس كفاءة الأداء للمشاريع القائمة. وأيضا في الحلقات الأولى تكلمنا عن الإطار العام لدراسة الجدوى، وطرقنا لدراسات مختصرة للدراسات، قلنا الإطار العام لدراسة الجدوى، تذكروني ممكن اللي هو تحديد أهداف المشروع، وقلنا البري فيزيبلتي اللي هي الدراسة المبدئية ودراسة الجدوى الأولية، وبعدين الدراسة التفصيلية، وأخذنا فكرة بسيطة عنها اللي تتضمن الدراسة التفصيلية إيش تتضمن؟ تتضمن التسويقية والفنية والتمويلية، وطرقنا بحاجات بسيطة إلى الدراسة التسويقية والفنية والمالية، سواء حجم المشروع، موقع المشروع، أموال المشروع، مصادر التمويل، نوعية المشروع، منتجه، مدة المشروع، تكاليفه. وبعدين قلنا على أساس هناك مرحلة التقييم، ودانا في مرحلة التقييم لأنها أساسيات في النظرية. الخطأ الرئيسي أحيانا من بعض الدراسات دراسات الجدوى أنهم يهملون الدراسات التسويقية، يعني قد حتى الدراسات التسويقية والدراسات، لأنه قد يركز على الدراسة المالية. طبيعة البشر مرتبط بالمال، هي له تأثيره السلبي، لكن الدراسة التسويقية قد بعض الدراسات تهمل هذه الدراسة ولا تعطي لها أهميتها، رغم أن يعني الهدف من الدراسة التفصيلية هو التعرف على الجوانب المختلفة لسوق السلع. فالدراسة التسويقية تتدخل مثلا في الطلب، وتتدخل في العرض، سواء فيما يتعلق بالمستهلك وفيما يتعلق بالمنتج، وبالتالي الأطراف الاثنين زي ما الطلب والعرض، السبلاي والديماند، أساسيات من أساسيات الاقتصاد، وبالتالي هي من أساسيات دراسات الجدوى الاقتصادية. ف الدراسة التسويقية اللي تكلمنا عنها فيما مضى بشكل مجرد ما اعطيك معلومات، وش الدراسة التسويقية؟ عبارة عن نقطة واحد اثنين ثلاثة. لكن تفصيليا الدراسة التسويقية هي التعرف على جوانب مختلفة لسوق السلعة والتي يتجه المشروع نحو إنتاجها لتقدير حجم المبيعات. إذن هو إذا تعرف جوانب السوق حتى تعرف كيف سلعتك وماذا وين توجهها في السوق، حجم مبيعاتك، سواء حجم المبيعات اللي بتحققه حاليا او مستقبلا، وبالتالي ترسم سياسة تسويقية مناسبة للوضع الاقتصادي. فإهمالهم او عدم اعطاء الدراسة التسويقية من قبل بعض الدراسات الجدوى هو قد يكون مبني على قناعات، مثلا ان الثقة في انتاجية المشروع، مثلا يقول لك انا بنتج مثلا رز أو سكر، مثلا مشروع عارف أن المشروع في السعودية قد يكون هناك الإمكانية في الإنتاج، أن الثقة في إنتاجية المشروع ستكون يعني مقبولة، أو بمعنى أصح تفوق الطلب على العرض، وبالتالي ما له داعي يعطيها اهتمام كامل، لأنه عارف أن الرز سيصبح يعني في البلد هذا. لكن لو بتروح مثلا للدول الغربية قد يكون وجهة نظر تختلف، من ناحية أنهم بركزوا على مثلا منتجات أخرى. إذن الإهمال ما هو يعني مجرد عدم قدرة، ولا مجرد مبني على عدة نقاط قد تساعد في عدم تفعيل الدراسة التسويقية.
زي ما قلت، الدراسة التسويقية للجدوى لا تشمل فقط جانب الطلب، وهذه ينبع من أهميتها. ليش أنا بركز عليها؟ لأنها ليست فقط جانب الطلب، بل تشمل أوسع من ذلك. هي بالإضافة إلى دراسة عوامل التي تحدد الطلب على السلعة، تتم دراسة العوامل المحددة للعرض، وتحديد البيانات ومصادرها وتحليلها لتقدير مثلا هالجانبين، فبالتالي التركيز عليهم من ناحية دراسات الطلب. فالطلب والعرض طرقت درستوها في الاقتصاد الجزئي والكلي، هي أساس اتخاذ القرارات الاقتصادية فيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية أيضا. حتى العرض والطلب يتعلق مثلا بسوق العمل، بسوق النقود، بسوق السلع، بجميع الأسواق عرض وطلب. وبالتالي الدراسة التفصيلية التسويقية من أهميتها أنها تلعب على عدة جهات، وبالتالي تستطيع أن تحدد لك معلومات متكاملة عن جوانب مهمة في السوق فيما يتعلق بالمستهلكين، وفيما يتعلق أيضا بالمنتجين. أنت أيضا من المنتجين، لما تدرس كمشروع لازم تشوف حتى الجانب المحايد والجانب اللي ممكن ينافسك. سنتطرق في الحلقات القادمة لبعض الجوانب فيما يتعلق بدراسة الطلب ودراسة العرض أيضا، قد تكون مفيدة لكم فيما يعني تسترجعون بعض المعلومات الأساسية فيما يتعلق بهذين العنصرين من ناحية الطلب ومن ناحية العرض. نتكلم عنها بشكل أوسع حتى نعطيكم فكرة عن كيفية هالعوامل. لابد تضعها أنت كمتخصص في دراسات الجدوى، لابد يكون عندك فكرة حتى عن كيفية تحليل الطلب والعرض. هذول العنصرين من أهم العناصر اللي تلعب دور في التأثير عليهم. سأستكمل النقطتين هذه إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله، وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.